في مقال نشرته صحيفة ذا ناشونال على الانترنت ذكرت فيه كيف أن القاعدة تستغل الحساسية الموجودة في العراق بين العرب والأكراد في محاولة لإشعال فتيل حرب أهلية بعد أن فشلت في محاولات عدة لتأجيج حرب بين السنة والشيعة على حد قول الصحيفة. مقال نشرته صحيفة ذا ناشونال إن أن الوضع يزداد سوءا في منطقة ديالى العراقية، خاصة بعد التفجير الانتحاري الأخير الذي أودى بحياة 5 أشخاص بينهم جنديان أمريكيان. خلال الشهور السابقة الهجوم الأقوى كان ذلك الذي وقع في 11 حزيران في منطقة جلولاء شمال شرق بغداد. ذلك الهجوم كان مجرد واحد من الهجمات المتعددة التي هدفها زعزعة الاستقرار على طول خط المنطقة المختلطة عرقيا والتي يقطنها مواطنون أكراد وعرب. وهذه الهجمات جعلت المواطنين الأكراد حذرين وأضحوا يعتقدون أن قوات الأمن العراقية ليست قوية بما فيه الكفاية، ونادوا بأن تبعث حكومة إقليم كردستان قوات البشميرجة لحمايتهم. وفي حال سمع نداءهم فإن أي نشر لقوات البشميرجة سيكون بمنزلة الديناميت السياسي. فمن المعروف أن الحكومة الكردية على خلاف مع الحكومة العراقية على مناطق كثيرة، خاصة منطقة كركوك الغنية بالنفط، وأن أي تحرك من قبل القوات الكردية سيكون بمثابة وضع اليد على تلك المناطق. الأمر المثير للجدل وفق الصحيفة هو أن الحكومة الإقليمية الكردية تمتلك قوات بشمرجة خارج المحافظات الكردية 3 في مناطق مثل كركوك والموصل وديالى، حيث تدعم هذه القوات من قبل المواطنين الأكراد في هذه المناطق، في حين يعارض العرب وجود هذه القوات ويرونها مقدمة لانفصال كردي عن العراق. الحكومة العراقية نشرت مزيدا من قوات الجيش في هذه المناطق لوقف انتشار القوات الكردية باتجاه الجنوب. وسكان هذه المناطق من العرب والأكراد يتفقون على أن هذا الصراع بات يستغل من قبل القاعدة التي تحاول إشعال حرب أهلية بين الطرفين واستغلال الموقف لمصلحتها، وهو الأمر الذي حذر منه القادة العرب والأكراد. وتنقل الصحيفة عن قائد مقام مدينة جلولاء أنور ميخائيل قوله إن القاعدة فشلت في إشعال حرب أهلية بين السنة والشيعة، لذلك فإنها تحاول الآن إشعال الحرب بين العرب والأكراد. من ناحيته قال أحد قادة مجالس الصحوة العرب إن من الضروري للعرب والأكراد أن يجلسوا معا للتحدث بصراحة عن المسألة وحلها بأسرع وقت، محذرا من أن هذه المشاكل سيتم استغلالها من أطراف أخرى مما سيؤدي إلى تدهور الوضع أكثر فأكثر.